ومن الأسكندرية مشاهدينا ننتقل إلى الغربية وتحديدا المحلة وزميلي أحمد رجب. أحمد، أرحب بك، وماذا لديك؟ تفضل. نانسي، لك تحياتي وللسادة المشاهدين. أعتذر عن ذلك الوقت، لم أسمع جيدا، ولكن هنا في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية وتحديدا في ميدان الشون المعروف يعني في مصر بهذا الاسم، ولكن في الأصل هو اسمه ميدان الشون، لأنه كان ذلك الميدان هو مكان لحفظ الأقطان الخاصة بشركة مصر للغزل والنسيج من كبريات الشركات الخاصة بالغزل والنسيج. يعني إن استطاع زميلي أن أرصد لك الصورة الآن نانسي، هذا هو ميدان الشون من أكبر ميادين المحلة الكبرى. الميدان يسير بشكل طبيعي، لا توجد أي مشكلات، الطريق والمرور يسير بشكل طبيعي، يعني المواطنون هنا في مدينة المحلة يتحركون بشكل طبيعي ذهابا وإيابا إلى أعمالهم. وأيضا يعني عندما حضرت إلى هنا إلى ذلك الميدان، ميدان الشون بالمحلة الكبرى، خلال طريقي داخل المحلة وداخل محافظة الغربية لم ألحظ أي توقف عن الأعمال، لم ألحظ أي توقف عن الحياة الطبيعية التي يمارسها المصريون خلال يومهم العادي، بل العمل والأمور تسير بشكل طبيعي جدا حتى هنا في ذلك الميدان الذي رصدته بعض القنوات بالأمس وقالت أن به تظاهرات وغيرها من الأمور، ولكن الميدان يعني فارغ إلا من المارة، لا يقف أحد لأي أمر من الأمور، ولكن الجميع يتحرك ذهابا وإيابا إلى أعمالهم وإلى بيوتهم. الأمور تسير بشكل طبيعي هنا في ميدان الشون بالمحلة الكبرى. وعودة إليك مرة أخرى نانسي في الاستوديو. نعم، أيضا بشكرك، شكرا جزيلا أحمد رجب مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من الغربية وتحديدا من المحلة، شكرا جزيلا لك.